من ذوي الاحتياجات الخاصة. كل شيء اللي كتشوفيه هنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، كل واحد منهم ناقص، الكمال لله. هذه الأولى، والثانية أنهم بزاف اللي وقع لهم هذا الشيء هذا. باش كتحسوا دابا؟ كنحس بالحق أخويا، كنحس بالحق. قالت لك النقافه ملي ما جاتش العروسه، قالت لك هي غتجي، هي غتجي دابا. انا النقافه فاش كنقلبوا على العروسه هي ما جاتش، وكتصوني في التليفون فاش جيب لها فاش جينا، قالت لك قالت لي النقافه لا عروستو ما جاتش. قلت لها كيفاش عروستو ما جاتش؟ كانت كتدخل عروسه اخرى. واه وهي كينقفوا عروسه اخرى غادي يدخلوها في بلاصه الدري باش يدوزوا الحفل. بسلام ما فضح حتى شي واحد. انا كنفضح، انا ماشي مجرم، انا ماشي طماع، انا ماشي الاخر. عاد دابا من الاخر هذه ثلاث ايام من الاخر. قالت لكم جايه؟ راه هضرت هو معاه قال لا تجي، قالت له ما نجيش. قالت له ما نجيش؟ واه هذاك الممول. هي فين كتسكن هي؟ في سلاح. اشنو المشكل ديالها؟ ما عرفتش اخويا والله. واش ما عرفتش حنا كاين في الكواليس؟ لا ما كاين حتى شي حاجه في الكواليس، راكم حضرتوا في النهار الاخر ديال هذه النوبه الاولى راضيه بتراضي. علاش تخلفات هي على المعين؟ والله اعلم. الى يومنا هذا حتى جايبين لي وحده اخرى. انا بغيت نخو، انا قلت ربما تكون اختي وربما تكون بنت خالتي وربما تكون. دابا هما هربوها لي، انتم كتشوفوا بان هربوها. اذا عمليه نصب وحديه، وكنطلب كنطلب من هذا المنبر اللي كان كيدير شي مساهمه مع المساكين وهذا الشيء ما يبداش يديرو. ولا يكذب به؟ واه لا ما غاديش يكذب به، الا ما قلياش ما يكذبش به. لا تنسوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.